نصب هو حروق الإهمال للشكل في سلوك التفاعل. ندخل هذا اليوم الدراسي في تحسيس كل المسؤولين المحليين لا سيما رؤساء المجالس الشعبية البلدية وكذا رؤساء الدوائر وحتى السادة الولاة بوجوب تفعيل صلاحياتهم لا سيما التدابير الاحترازية المتعلقة بهدم البنايات في آجال جد سريعة، خاصة بالنسبة لرؤساء مجلس الشعب البلدية خلال 8 أيام، والسادة الولاة 10 أيام تسري بعد انتهاء آجال سادة رؤساء مجلس الشعبية البلدية. إضافة إلى أنه هذا اليوم الدراسي يهدف كذلك إلى تحسيس هذا المسؤول المحلي وكذا تحسيس ضباط الشرطة القضائية ما بعد معاينتهم وكشفهم لهذه الجرائم بوجوب إجراء التحقيقات الميدانية في حينها وبصفة فعالة وسريعة دائما حفاظا على أراضي الدولة.